الغالي ترحيبي كم بود وريحان بضيوفنا والفرح عالي والبن والهيل والاسمين للضيف في وقت الاقبالي للضيف في وقت الاقبالي وام العروس رحبتها الحين بضيفنا اقول وافعالي يا مرحبا الف وملايين من فاطمه باجمل من أم عبد الله الفهلي يا مرحبا بخير الأحفالي يا مرحبا بخير الأحفالي يا مرحبا بخير الأحفالي المحفل اللي ضياه بي بعروسي تفرق على جيالي سار الحلوى الغلا والدور أوصافها ما لها مثالي بنت الفخر قدوة الوافين عبد العزيز شيخ الرجالي عبد العزيز شيخ الرجالي عبد العزيز شيخ الرجالي وراعي المواقف دربي مين حيا علومه والافعالي والعزوه اللي لها حامي الذخر شياله الرجالي وساسها الخالد الباني امجاد من اول وتالي امجاد من اول وتالي امجاد من اول وتالي اهل المواقف درعمتين ولشانهم عز وجلالي والختم جعل السعاده سنين وافراحكم يا عسى طوالي يا مرحبا ويا هلا واهلين يا مرحبا وحيك الغالي ترحيبي كم بود وريحان بضيوفنا والفرح عالي والبن والهيل والاسمين للضيف في وقت الاقبالي للضيف في وقت الاقبالي للضيف في وقت الاقبالي وام العروس رحبتها الحين بضيفنا اقول وافعالي يا مرحبا الف وملايين من فاطمه باجمل الليالي من ام عبد الله الفهلي يا مرحبا بخير الاحفالي يا مرحبا بخير الاحفالي يا مرحبا بخير الاحفالي المحفل اللي ضياه بي بعروسي تفرق على جيالي سار الحلاوة الغلا والدور اوصافها ما لها مثالي انت الفخر قدوة الوافين عبد العزيز شيخ الرجالي عبد العزيز شيخ الرجالي عبد العزيز شيخ الرجالي وراعي المواقف دربي مين حيا علومه والافعالي والعزوه اللي لها حامي الذخر شياله اثقالي وساسها الغامض الباني امجاد من اول وتالي امجاد من اول وتالي امجاد من اول وتالي اهل المواقف درعمتين ولشانهم عز وجلالي والختم جعل السعادة